السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين كيف حالكم؟ مساكم طيبين ومبسوطين مساسين، أخوكم ركان وقناتكم جيمز بن هنتر. حلقة جديدة وجيم بلاي جديد من لعبة مونت أند بليد وربانت إضافة الفايكنج كونكويست، الحلقة رقم 9. نقول بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعزائي المشاهدين، أتمنى قبل ما أبدأ الحلقة هذه ما حد يحرق على الناس في التعليقات، لا تحرق الفيلم. إذا أنك لاعب اللعبة قبل كذا ومختمها وعارف إيش بيصير، تكفى لا تكتب شيء في التعليقات. خلي الناس تعيش التجربة، خلي الناس تستمتع بالقصة، لا تخرب الجو على الناس. وأشكر كل من يعلق بشكل عام، ما قصرت، أوكي أنت حاولت تشارك، أوكي ممتاز، بس تكفى يا اللي أنت قاعد تجيب قصص أو القصة أو أشياء صارت، أتمنى أنك ما تجيبها. خلي الناس تعيش الوضع. أنا عن نفسي شخصيا قاري جايد اللي هي الدليل التختيم، موجود في مواقع كثيرة بالإنجليزي، عندي فكرة عامة عن وش السالفة يعني، أوكي. وتكفى أرجوكم، تكفى يرحم أمكم، لا تتكلمون في القصة، خلي القصة الناس يعيشونها. أعزائي المشاهدين، أنا اللي سويته طبعا شلت الهوم تاون هنا، لأني صراحة كنت حطه بمكان غبي، اللي هو المخيم حقي المعسكر، كنت حطه بمكان غبي، ناوي أحطه هنا الآن. الفكرة إيش؟ إنه بكل بساطة اللي صار في الحلقة اللي راحت ملعنة سيجر سنيك إن ذا آي، أوكي، سنيك ثعبان من اسمه واضح يعني، رجال يحاول يتملعن عليك، يحاول يلف يدور عليك، خاين، قال لا جيب لي 600 جيب 200 مدري إيش، يبي يشوف أول شيء كيف أنا أقدر، هل بقدر يجيب 200 ولا لا، نيته شين وناوي يلعب علي بطريقة أو بأخرى. تعامل مع ذاك الرجل بالحالتين راح يؤدي إلى خيانة، أنا أقول لك ليه، لأنه يعني قلت لكم قاري قايد وشايف الأمور وعارف، بتشوفون الشيء ذا بنفسكم يعني، بس عشان تتأكدون، لأنه واضح إنه المود صعب جدا جدا جدا، خصوصا الناس اللي ما يعرفون قصة أو ما شافوا مسلسل الفايكنج وما يعرفون الشخصيات هذه من هي بالضبط وإيش تاريخها، هل هم خونة، هل هم عندهم ولاء، هم شيء. رغم إنه قالنا بداية التختيم، لكن هي ذيك القصة السواليف اللي صارت بيني وبين برونالد وإيجل ورينر، إنه والله هذا الشخص ممكن لو رحنا عنده يذبحنا، انما هو الان ما ذبحنا، اعطانا مهمات، لكن ايذر واي سواء هذه الطريقه هذه الطريقه هي والكليو الشخص هذا ما يتعامل الا بالذبح كالملك ايذر واي، انه يعني هلكتكم بلا كلمه ايذر واي ما اعرف غير الملك يعني من جهه اخرى، اوكي ممكن لا ممكن يتعامل معاك لا لانه يكره سيجل سنيك ذا اي عين الافعى وملك يعني ملك الدنمارك. طبعا انا اكسب مين؟ من يهمني اني اكسب مين؟ طبعا يهمني اكسب الملك لانه هو يحكم الدنمارك، اكسب انه يسمح لي اطلع جنود بالاراضي حقته. واحد جاب نقطه جيده، قال انت طلعت الاسير من سفن هايد اوت، مخبأ سفن، ليش ما تاخذ مخبأ سفن؟ وفعلا لقيت انه في خيار انك تاخذ المخبأ، طبعا ما اخذته، ضغطت خيار انه والله بروح اجيب جنود زياده، وفعلا جبت جنود زياده، ما طولت يعني، رحت المقهى، شفت اني تريكوت مورمن اني والله لا بروح اجيب جنود زياده، ويمديك فعلا تسيطر على سفن هايد اوت، هذه ما انتبهت لها صراحه، تدخل وتجلدهم. الكلام انه كان في جندي جوا، فجبتهم 50 واحد، انا من اول عندي تقريبا حوالي 39 40، وجبت من المقهى حقت مدينه رايب 8 او 9 او 10 من هذول المرتزقه ب 4000 عمله نقديه. الان بدات اطفر، فنبدا في الحلقات الجايه ان شاء الله نجمع فلوس زي كذا، ما راح نستعجل في تختيم، حنعيش جونا، حنعيش كل شيء، ونبدا ونخش عليهم اعزائي المشاهدين باول شيء بالحلقه هذه. طبعا هجوم، خلكم جنب بعض واستخدموا الاسلحه حسب الرغبه. طبعا انا ودي انهم يطلعون عشان ايش نقدر، ايوه ما نبغى يحشرون عند الباب. تم الدعس، طبعا هم عددهم كم؟ 19 فايكنج، انا هذا اللي كنت خايف منه، فجبت عدد كبير وطلعوا قليلين عددهم، 19 واحد، 2 12 ماتوا، 7 انجرحوا، 1 إلايت فايكنج هذا قوي شوي، 1 هارلد، عددهم الاجمالي 21، اوكي انا كنت متوقع انه عددهم اكبر صراحه. فالان بعد ما حرقت ام المكان اعطاني خيارين، يا اني احرق المكان يا اني اسيطر عليه واخليه مكان خاص فيني، هذا كان قصدي، انه نو نيد، انه ما يحتاج تبني مخبأ مكان تختار مكان زي كذا معسكر، لا هذا نفسه ممكن تخليه حقك، فاوكي هذه اوكي ممكن تكون نصيحه ممتازه انك تكتبها في التعليقات، لكن لا تحرق الفيلم.
اوكي، فاشكر الاخ المحترم اللي كتبها لانه ما اذكر من هو صراحه، لكن اذكر اني لاحظتها وشككت في كلامه صراحه من البدايه، لكن يوم جيت فعلا اكتشفت كلامه صحيح. الان اكتشفت ان كلامه صحيح، لانه اول ما كان موضح، كان موضح بس انه بدك تهجم على المكان، ففكرت انه اوكي صح ممكن يبون يعلمون على خاصيه الريفيوج اللي هو المخبأ حقك او المخيم او المعسكر انه يمديك تبني، وهذه هي الانترودكشن البدايه اللي اكتشافك انه والله في شيء اسمه معسكر عكس النظام في مونت بليد العاديه ذيك. لازم تاخذ قلعه وبعدين تصير انت الامير وزي كذا، هذا لا، هذا معسكر خاص فيك. فبكل بساطه بندخل معسكر بنفس الطريقه، نغير الاسم، خلينا نسميه راكان كام. طبعا الان لازم نحط برضو الكابتن من جديد، الكابتن قيمته تقريبا 500 بيزبط لك الامور. احنا اورد جبنا الموارد الحلقه اللي راحت، كان ناقصنا خشب وجبنا الخشب الاخير، رجعنا نفس النمبر كامب اللي موجود ذاك طانا خشب. فطبعا نبي نحط الاسره هنا، اول اسره ممكن نبيعهم على ما ادري والله بنشوف، ممكن نبيعهم على ما ادري خلينا نشوف. هذا المفروض انه من مهمه اخذتها انا، بس ما ادري هي موجوده ولا لا، بشوف بتاكد منها مره ثانيه لان يمكن راحت الاسره. طبعا الأسرة في ما واحد يكون في مدينة رايب هو يشتري الأسرة. طبعا بنكلم طبعا خلنا نخش نتفرج على المكان. هذا هو المخيم عزام شديد زي ما شايفين، مخيم جميل، الجو جميل، جو طرب طرب طبعا شوية أبو كلب، أتوقع هو المفروض يتطور أحسن من كذا. ما حطيت فيه عساكر ولا شيء، بحط فيه ما عندي مشكلة. أول شيء خلنا نكلم ذا بقول له بطور المكان يعني. أوكي 5 tool kits، أوكي ناقصني واحدة، لكن بعتها بالغلط ولا وش السالفة؟ أذكر جبت 5 tool kits، الا والله جايب 5 tool kits الحلقه اللي راحت انا مانج ذا جاريسون. خلينا نحط لي جنود يحمون المكان، عاده سليفر تشيب سليف هنتر هم افضل شيء كحراس. بروح اشوف لي العله ذي تولكت من المدينه الرئيسيه واجيهم. الظاهر اني بايعها بالغلط او شيء زي كذا، باقي واحده تولز. اي الظاهر اني بايعها بالغلط، اذكر صفيت الامور انا. ايوه لازم يعني لازم الحلقه ما يكمل. عموما وين ما في امره هنا، انا بناخذ المهمات ونضبط علاقتنا اعزائي المشاهدين مع الامره، لانه عشان تسمح الملك يسمح لك انك تطلع جنود بيحتاج منك حاجتين. اول شيء انه سمعتك تكون فوق 100 و150، شفين انا ما غير اضغط ذي سمعتي الان 206. طبعا السمعه سهل ترفعها بسهوله، حارب الباندتس هذولا العصابات وسوي مهمات مع القرى ذا سمعة ترتفع بسهوله. الكلام انه طلب شيء ثاني انه الامره حقون الدنمارك لازم اضبط علاقتي مع 5 امره من حقون الدنمارك. فلو نجي عند هذا اوكي وينها هنا بالنوت اي بالفاكشنز بالدنمارك نشوف الامره. اوكي طبعا هذا الاماكن اللي القرى التابعه للدنمارك، هذا ملك حقهم، وهذول الفسلز على قولتهم، الفسلز اللي هم الامره حقون الدنمارك. عندنا 1 2 3 4 5 رجنارسون واحد منهم، وستة معناته كل الامراء ما عدا رجنارسون. رجنارسون الزفت هذا اللي هو سيجرد عين الافعى ما يحتسب، فالخمسه الباقين لازم نظبط علاقتي معاه. فهذا طبعا علاقتي معاه من اول ما اخذ منه مهمه صارت 5، شوف الريليشن 5. الباقيين لا، مع ان المهمه ما خلصتها حقت الفولو ذا سباي الحق الجاسوس اللي طالع من رايب، طلعت من رايب ما شفت لا جاسوس ولا شيء، لكن شفت واحد اللي هو ذا وما ادري وش وضعه صراحه، ما ادري وش وضعه. طبعا الان وش نبي نسوي؟ اي نبي نجيب التول كيت هذا، ندور القرى حبه حبه، خلينا نشوف اذا في جنود نطلعهم. ما يمدينا اي شيء بالطريق بنشوفه بنجلدهم وبنحاول نمسك اي امير نلقاه. اوكي هذا التول كيت، يا سلام اطلع يا صاحبي. طبعا في شيء جميل في النمبر كام اللي هو انه يمديك تشتغل عندهم بس ما يعطوك شيء، يعني يعطوك فلوس قليله مره. خلينا نجرب نشوف شايفين كيف. Everyone, we have a day or labor. We pay for pennies per day. يدفع لك عملة نقدية لكل يوم. طبعا زي ما شايفين اعطاني فاس افضل شيء، ممكن ما تنزل ممكن انت واقف ولا لازم تنزل. فاعطاك فاس زي ما شايفين تبدأ تكسر ام الخشب. ارحب الحقيقة. ايوه اوه والعب الين فوق الخط الاحمر ذا يكتمل، واعطيها بوجهك الحين. خشبك الخايس ذا طبعا ممكن تكسر شجر برضو، هذا افضل شيء صراحه. طبعا فيها جلتش وفيها قرب. جو يطرب يا عزيزي شديد، والله الجو طرب الرحبين حقيقه. طيب هذا الاول، ما في شيء اسمه الاول والثاني، اهم شيء انه الخط الاحمر اللي فوق ذا يكتمل. وروح الذيب اديله، يلا اللي بعده نتوجه كذا. يا سلام ضربه اخيره أما والله صاملة. حلو أعطيه هذا عزام شديد. وش يسمون المهنة ذي؟ وش يسمون المهنة هذه؟ يلا بسرعة كل واحد يجاوبني. هذه يسمونها تحطيب، ومن التحطيب عندنا في العالم العربي بالذات في الجزيرة العربية، خلينا نتفلسف عليكم شوي. أوكي ما عاد بقى ولا شجرة،
اوكي. عندنا في الجزيرة في السعودية بالذات التحطيب هذا سبب لنا شيء اسمه التصحر. وش التصحر؟ التصحر اعزائي المشاهدين، ما ادري اذا الشجرة ذي بدنا يشيل امه بعد، خلينا نجرب. لا ما اتوقع. وين الخيل حقي؟ الخيل حقي اعزائي المشاهدين لو صفر يجي، عرفت؟ بيجي بيدعسني والله، ما راح يجيني ولا يحسنون. التصحر اعزائي المشاهدين هذا انك ما تبقي ولا شجرة في المكان، فبالتالي تبدا يعني التراب يدخل في المدن ويدخل في كل مكان، انه ما في شيء يوقف التراب هذا من انه يدرعن فيه. شوف الخيل، الخيل راح بعيد زعلان طفشان. فعندنا في السعودية في قبائل يهايطون، يعني شلون اقول لكم، تحدي، كل قبيلة تحدى الثانية، مين يشيل حطب اكثر، مين يقطع حطب اكثر، ويلا يروحون يبيعوه يترزقون الله. ايه اوكي، ما اقول انه ما هي مهنة شريفة، بالعكس، بس بعقل وبحماية للبيئة وبذا، مو ب ما تبقي ولا شجرة في الحارة عشان ايه، عشان تبيعها. وفعلا صار عندنا تصحر، وصار عندنا غبار بكميات مخيفة تجي سنويا بسبب هذا التحطيب. والخشب طبعا مهم اننا ايش نحصل على الخشب. يعني اتوقع خلصت ولا اي خلصت. طبعا يوم شاق من العمل اعزائي المشاهدين، لسه ماني مطالع، لازم ما احرك الماوس ولا اي شيء الين التريننج داي يخلص او اليوم كامل يخلص. اعطاني 3 بيننجز اعزائي المشاهدين، هذا قصدي، بوريكم انه ما يعطيك شيء. 3 يا ظالم، تفعل ايش؟ طبعا عندي الان الموارد اعزائي المشاهدين، او المواد المطلوبه لبناء المخيم الجديد حقي، على ظهر مخيم سفن الملعون الجدف ذا. فهذه رساله لسفن اني ترى ها اخذت مكانك، ورساله للسيجرد برضو انه طاب ذا اللي يبغاني يجيب 200 جندي، انا بجيب 200 جندي، بس الكلام هل اعطينا ال 200 جندي ولا؟ بنشوف. الان وش اسوي؟ اكلم الكابتن بقول له طور المكان هذا، يقول طيب، يقول انا بضبط الامور زي كذا، 5000 عمله نقديه و5 خشب و5 ادوات بناء كلها موجوده، ابدا. اعطينا 5000 عمله نقديه، 5 خشب، 5 تولز اللي هي 5 مواد بناء، و5 تمبر، وتمبر اللي هي الخشب. اوكي، طبعا بحتاج الان وش اسوي؟ اني اجيب جنود واخزنهم هنا، اجيب جنود واخزنهم هنا. المعسكر هذا هو قبل التطوير يشيل 55 جندي، طبعا الاسرى اتوقع يشيل كثير، ولا الاسرى يشيل عدد لا محدود اتوقع، لكن ككامب يعني الكامب يشيل 55 على فكره. شوف مكتوب جرس الليمت 50. في رساله تجيني هنا، وش هي؟ ذا رامك بريزن. اوكي، يقول المخبى هذا ما هو مرة يعني آمن، فإذا أخذت أمرة ولا شيء أو يعني جنود وطرانين لا تسجنهم هنا، ممكن يحرروهم أو شيء زي كذا. الفلوس بدأت تروح زي مشاهدين، فنبغى نحارب، نبي نسوي مهمات. أوكي، هذا مين ذا؟ بنقفط الأمير ذا، نأخذ منه مهمة. هذا ما ضبطنا علاقتنا معاه، طبعا ناخذ المهمه، اي مهمه يعطينا ناخذها عشان بس تحسن علاقه. تعال وش، لحظه وش اعطاني؟ جمع ضرائب من هذا المدينه الظاهر هذه. اوكي، انا الحق ذولا بس بجلدهم صراحه، لان عندهم اسرى، عندهم شيء جميل من الاسرى صراحه، ولازم اخذ الاسرى ذولا نجلد امهم. ستاند كلوزر يا اخي، الاف 1 عندي معلق، ما ادري ليش، يبيله شحم. بعيدين، جاكم يا زلايب. شوف الزلايب، والله ضرب. طبعا ما بهايط انا لانه مقوياء ملعين جدف. تبقيز هذا ايجل جل، ما في نحشة يا اخي، السيف ذا صغير. تولي يوم الزحف يا زلايب. يا اخي وش ذا؟ مدرع ذا، سوبرمان. يا سلام، الله ما تروح. ناخذ منهم خبرة، وناخذ الأسرى. سليف هنتر تعال، هذا بحار، تعال. من ذا؟ مو بحار ذاك، بشار. ليتني ساكت. تعال. بكتش هورسمن، وش ذا؟ رما. اوكي، هورس ارشرز، رما خيالة، تمام، نظام قبال الهن. تعال. اوكي، بريست، ما راح نقصر في اي شيء، ناخذهم كلهم وعلى طول على المخبى. طبعا اترك اللوت للجروب عشان يتفعل ولا شوي، لان الزف. جاء ايجل يقول لي سيدي، انا كنت بخبرك انه رينارد عله شوي، لكنه انسان بطل في المعارك، وانا فخور اني احارب بجانب رينارد. ممتاز. طيب، بيسون هاو ديد ذات لاست فايت، على حسب ما سوى في المعركه الاخيره. قلت له ممتاز، جميل، شوي يعني في توافق بينهم. الان روح، طبعا نحط الاسره في هذا، بعدين نسوي المهمه. اوكي، مانج ذا جاريسون، حط امهم كلهم هناك. سليفر تشيف طبعا كهذا. اوكي، حط البريس في المطوع حقهم
القسيس داخل هذه شغاله حقه المخيم معسكر، وهذا خلى معي سليف درايفر، خليه معي شوي ياخذ خبره لين يصير سليف هنتر بعدين انزله. البحرين خلهم بعدين استفيد منهم. اوكي طبعا في واحد سليف هنتر، هذول بخليهم كلهم معي ليفلون. اوكي ونروح الان نسوي مهمه عزم شديد، نجمع الضرائب من هذه المدينه. معركه ما بين او في حرب بين كينغدوم فريز ضد نورثمبر. اوكي خلهم يجلدوهم. طبعا انا ابدا اجمع ضرائب من السكان، اكيد انت عارفين ايش يصير اذا جمعنا ضرائب من السكان، مو هذا اول مره نسويها، فحيبدون يهاجموننا وزي كذا. ما راح نوافق اننا نقلل الضرائب نهائيا لانه يحتاجين منهم فلوس، ف يا يجيبون فلوس يا نحاربهم. لحظه اهم شيء خلكم قريبين من بعض. طبعا معطيني عصي انا والمرافقين حقي بس. اوكي لا لا تعال تعال تعال، لا تروحون بعيد، فولو مي لا تروحون بعيد، خلنا نمشي مع بعض. يوز ويبنز اتول، في عدد كبير والله بس نقدر عليهم، انا مدرع فخلوني انا بالواجهه. الهياط حقكم ذا ما نبيه. اوكي صديق كله سوا يمشي، ما يروح يمين يسار. اوكي نظام رمي. جيب الضرايب جيب الضرايب. جيب فلوس جيب فلوس. لازم جيب فلوس هذيك. ايوه ارضخ ادفع فلوس. طبعا بيقامون اكثر من مره يعني ما راح يقعدون كذا. اوكي بس احنا وش نسوي؟ نقول لهم تعالوا يا سبك وقفوا هنا، ما بدنا نطلع بالسلم ذا. فولو مي، خلكم ستاند كلوزر لاجلد عددهم. نبي نسوي لهم سبرايز ماذا فكر. اوكي خلهم يخشون بس في المدينه ذي، بيجيهم سبرايز هنا. شوف كيف ازبني الربع ازبني الربع، بيجون الحين بنجلدهم شفتوا. طهبلت اخر الصبح، طهبلت الصبح بس اخر الصبح ما شيء يصير الظهر على الزمن شديد، واضح من صوتي توني صاحي. اعذرونا سبرايز. شوف الملعون ذا قاعد يرمي. لا ترجم لن تنفعك النبيطه. شوفوا هذا مين ذا؟ بودو. اوه شلون لفيت انا؟ يا ليل امهم ذولا ما بيستسلمون. طيب مو مشكلة تعال صديق. دمبربن. طبعا الجروب حقي ما في اهي يطمنهم، بس انهم على الاقل شوي على الاقل يعرفون يحاربون شوي، فخل نروح لهم عندهم، ما احنا مقمطين ولا احنا مستنين. الجيش الذي لا يقهر، بس اهم شيء بكون قريب من اخوياي عشان لا اتمغط. ما له داعي اموت بذي. هم اللي يرمون ذولا هم اللي مسوين القروش. ايه اعطيه بالمكنسه. ايه كفو كفو. ارضخ فلوس يلا ادفع انت اياها. ممتاز خلاص. طبعا سالب اثنين العلاقه معاهم فطز فيهم. فهمت اهم شيء الامير يكون مبسوط حق هذه القريه. وين الورع ذاك النادي؟ طبعا وش السالفه؟ اوكي انا ما ادري شلون لفيت بالخريطه شلون ما ادري والله ما ادري شلون. اوه كليك يمين. اوكي لحست يا ولد، ما احب الفلف في الخريطه، احب الاتجاه دائما يكون بالسمبتيك. طيب فين الامراء والناس وينهم؟ ودنا يعني نطلع جنود زياده، ودنا نضبط الامور. وش هذا؟ ايوه تعال تعال، هذا زفت سيجرد ابوك ابو شكلك. 154 جندي. طيب ليش جاي هنا الحين؟ خلنا نرجع رايب. هذا في خنزير ذا بيجلدنا. الله بجلدنا. خلنا نخش عند ذا ونكلم الورع ذا نقول له اسمع. يقول هي شود بي تو دن هوم نورث ات ذا مومنت نو فورجيف مي. اوكي الملك رايح جنوب الشمال عفوا. طيب كم عندنا فلوس؟ 11000. الفلوس قاعد تنقص عزيزي المشاهدين، ودنا نبيع نشوف كيف تاجر في الموضوع ذا. افضل حل التجاره انا اعتقد اننا اول شيء ننزل هنا، ما راح نبدا ننزل. فتاكد من الاسعار عزيزي المشاهدين، يقول لك ذا بارتيم ممبر وذ ذا هاي ستريت سكيل 7 برونالد الحرمه المعادي بنت الصياد قاعده تحاول انها ايش تعلمنا وش الاشياء اللي ممكن تاجر فيها. فتقول شراءك للميد، الميد اعتقد هو الخمر، ممكن نبيعه مكان ثاني 164 لكل عمله كفائده. طبعا هذا ربح يعني غير راس المال. ممكن نشتري فرز اللي هو الفرو ونبيع برضه بمدينه ثانيه
حط اسمها جيب لنا 90. افضل شيء طبعا بهذا المكان انك تاخذه هو الميت وتروح تبيعه مكان ثاني. انا ابغى بس اضبط علاقتي مع الامراء اللي مدري وينهم، فبجلس ادور عنهم زي كذا، نتقفل اثر. هم بالشمال اغلبهم، في واحد هنا اذا ما خبطني لحظه، ايه هذا ما ضبطنا علاقتنا معاه. عندك مهمه؟ يقول ايه. معلش بسألك عن مكان الشباب وينهم؟ طبعا بسأله يبديني يطلع جنود في الأرض ولا لا؟ يقول لا لازم شفته كيف 150 سمعة وتضبط علاقتك مع 5 من الأمراء اللي موجودين، اللي هم أصلا هم كلهم 5. السادس اللي هو عين الأفعى الملعون ذا، الحين وش المهم اللي يعطاني إياه ذا؟ يقول لك الأمير ذا يقول صيد هذول ال he is currently believed to be in Hida Bay. من هيدا باي؟ هيدا باي جنوب، هيدا باي يا رجل والله بعيد. نمشي ونحط عيننا على الطريق، يمكن قبلنا امير ثاني ولا ثالث ولا نفس ذاك خوينا، المفروض يكون حول هذه القرية بعد ما اخذنا الضرائب. هذه فيها واحد، هذه قلعة طبعا فيها هذا الامير اللي من اول اخذنا مهمته الخاسة دي. بقول له معلش ما اقدر اسويها، خلني يعيدني اياها من جديد. اعطيني واحدة ثانية الله يهينك. يقول لك اني تو ديليفر ليتر، ابغى اوصل رسالة الى مدري مين في مملكة السيكس الشرق الغربية، مفروض يكون في مكان اسمه ويتن سيستر، اذا بتروح هناك ممكن توصلي الرسالة. الرسالة لازم توصله خلال 70 يوم. اوكي نو بروبلم، حسن علاقتنا معاك. هذه زوجته طبعا اتوقع، برضه اتوقع نظبط العلاقة معاها. ايش تبغينا نسوي؟ تقول زوجي مشغول جدا، اباك تجيب لي قطعتين من المجوهرات. اوكي بروح السوق اجيب لي مجوهرات. طبعا الان نشوف اذا في جنود كروثم. كفو حلو، بدك تطلع جنود من هنا. ممتاز ايجل، يو نو فريند راكان اتس نون تو ريشورك تو سي هاو يو جست فيل كويست ذات وي اندر توك اون وورد اوف اونر. طبعا هذا يقول لي يا اخي انت فاشل، ليش رفضت المهمه مع ذا ومدري ايش. يقول ثاني مره لا ترفض مهمات يا اخي، ضاعت مهمه فيها جلتش. ايش تبغاني اسوي؟ دايم مين ايجل ذا مهايطي. اوكي هذه هي لقيناها ولا ادري والله الزبده، اتوقع هذه هي المهمه حق ذاك الامير، نبي نهجم عليهم. وين رايحين انتم؟ ليش طالعين فوق؟ اوه في واحد فوق. اوكي انا بروح ستاند كلوزر، ستاند كلوزر كفو، ستاند كلوزر لا تروحون بعيد. تم الدعس شارج، انا بنزل على الزلابة ذا. جاك الموت، جاك الموت. من باقي يولدون ذولا؟ اما اكشف نفسك يا زلابة، وينك؟ كأني شفت واحد هنا. اخذ هذا السبير. اوكي هناك شفت واحد انا. جاكم 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 جاكم. طبعا انا تعبان مره الان، رغم كذا كاتب لك اكزوستد بالازرق. يا اخي اكزوستد بالازرق شلون؟ المفروض بالاحمر. نصيد بذي اما. تعال يا زلابه. بو اوه ما جا شيء. اهجم يا اخي، شو نسوي؟ والله مرة تعبان، بغينا نريح شوي. في واحد هناك، اوه شت ماتت بريغنت. اوكي في 3 هنا، في 4 هنا، في 3. اوه شت 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 شت، والله حجرولي صراحة. خلنا نتخبى هنا. والله قوية صراحة، what the fuck. اوكي يا رجل. اوكي واحد هناك. طيب طيب يولدون. والله دعس، والله اندعست. شيت شلون الربر دنا خش لحالي، وايش ذا الغباء ذا؟ فاض خش بالجيش. شيت ماذا فاكر. طيب وش قال هنا؟ هنا يقول في احد بتلقى. اوكي لحظه. اوكي يو هان داون في نيمد ثويف ذا فير هيز كرنتلي بليف تو بي ان هيدا باي. اوكي هو في واحد هنا يبغون يصيدوا في القريه هذه، هذا نصاب حقهم، بساله عنه. يقول موجود اجل نفس طريقه المهمات السابقه مونت بليد. وش ذا؟ معزه، بيكون زابن في مكان ما. اتوقع اني شفته، اتوقع اني شفته شكل هذا. قول ما ادري ايش تبغى، مدري ايش مدري ايش. نو بروبلم جست نيد تو يور هيد، اي كم نوت فور ماني بات اكسكلود ذا لو. داي دوغ. لحظه لحظه
شي اوكي خلصنا مهمة، ذبحنا هذا الورع، بنمشي في طريقنا اعزائي المشاهدين. اوكي هذا مين هذا؟ وقف. اوه هذا ابو رسالة مع نفس امك. طيب لحظة، خلنا نتنقل اعزائي المشاهدين. هذا خنزير، ما في احد هنا. وين الامراء؟ وين الناس؟ اوكي بنهجو لين نوصل عند الامير او واحد من الامراء. طيب ذي تبغى ترى على فكرة في واحدة طلبت مني مجوهرات، الاكل ما عاد في اكل. ما هذا الهراء؟ نروح نشوف كيف نقدر نجيب اكل. مجوهرات عفوا. سيلفر ويت مدري ايش. نروح رايب نحاول نجيب مجوهرات. هذا مين ذا؟ وقف ام ذا. About the task he gave me. I found him and I killed him. ايه لقيت ال خلاص المهمة، ذبحت ذاك. جت 300 خبرة. Let me take money sir. Thank you. This is blood money. I can't accept it. 100 جيب يا عمي. يا عمي هات يا عمي جيب. كفو 600 عمله نقديه. عندك مهمه ثانيه؟ اوكي عطنا. ابغاني اسوي ريد للمونستري عزام شديد. خلينا نغير الديانه ونصير زيهم بيجن، لان الحين يبغاني هاجم مونستري اللي هي كنيسه. اوكي فيها ذهب بالهبل، فيها فلوس بالهبل الكنيسه، فخلينا نغير ام المكان عشان لا يصير مشاكل. غيرت الديانه طبعا صارت بيجن. علاقتي الان مع اي واحد من الديانه حقت الدنماركيين هي طبعا ديانه وثنيه يعبدون اصنام وكذا. حسنت علاقتي معهم بشكل كبير. اي واحد علاقه بيجنزي اللي هم الدنمارك بالدرجه الاولى تحسن علاقتي معهم بشكل كبير. طبعا ممكن تطلع من اذا صرت بيجن طلع برسيركر اللي هو هذا يعني محارب بطل، بس ما يبغى يخش معانا في الجيش ما ادري ليش. ممكن اتبرع لهم ب 500 شيء، ذا يزيد الولاء اتوقع زي ما شايفين. فاتوقع لازم اوصل لعدد ولاء معين مع هذا الدين حقهم عشان اقدر اطلع البرسيركر. غيرنا الديانه صرنا زي ديانتهم، انه هو اعطاني مهمه اني اروح احارب او احرق الكنيسه في المكان ذا. شوف عاد وين. يا الهي يا الهي يا مجيب الدعوات. اوكي انا اوريدي جاي هنا بودي رساله للويتن سيستر ذا مدري شو في المدينه ذي الرئيسيه، وعنده مدن رئيسيه كثيره. لازم اطلع من المكان اسافر. لحظه في امير هنا، هذا هو نفسه. اي هذا نفسه. طيب لحظه تعال. ممكن نطلع جنود بارضك الله لا يهينك. نبي ناخذ السماح انهم يطلعون جنود. يقول اوكي الان صرت اعرفك، انا اسمح لك تطلع جنود. اوكي وش اسك؟ طيب وات از ذا ريلم دوينج؟ وات ار يو دوينج؟ وانت نو ذا لوكيشن سمون هاو جوز ذا وور. ممتاز، الظاهر هو امير هذه المنطقه فبيسمح لي اطلع منها جنود ولا اتوقع. ايه هذا هو امير القريه هذه، فسمح لي اني اطلع جنود في الاراضي التابعه له. بس ما في احد طبعا بيخش معي في الجيش. تكلفه اسبوعيه 2600 والله فلوس قاعده تروح علي. بس بسهوله طبعا اقدر اجيب. طبعا هذه تابعه لاي امير؟ هذه تابعه تو هيرسر غورثر اوف ذا كينجدوم اوف دنمارك. خل نروح الفيلج سنتر ونكلم الالدر اذا عنده مهمه ناخذها. فالافضل انك تروح للامير تسوي له كم مهمه وتاخذها ببلاش. 500 عمله نقديه، وش ذا الضباب ذا؟ طيب خلينا نشوف فرايب اذا بنجد المجوهرات هذه. لينين وول كلود مدري ايش. خلينا نشوف المهمه نفسها وش مكتوب فيها، يمكن يدلونا وين نقدر نلقى المجوهرات. اسك تبرينج تو بيس اوف جولري. اوكي هنا نجيب الامه جولري. ما في احد هنا، نطلع. اوكي هذا امير، وقف امه، سوينا المهمة حقك. طيب خل نريح في المكان ذا شوي. اوكي في 6 نورس بيخشون معانا، كفو والله بطل المدينة دي. ويت هير فور سم تايم، نريح شوي نهيل. نطلع الان كلنا 100%. هذول يطبوا معانا طبعا، وما ادري اذا بنلقى الربر دن ذا مرة ثانية ولا لا. اوكي المزرعة برضه فيها، ممكن يشتغل في المزرعة. خلينا نشوف ايش نقدر نسوي في المزرعة دي. تكلم ريف، اي وود لايك تو ورك هير. وات دو يو هاف فور سيل؟ ليت مي سي. عنده فلاكس بندل، عنده وول، عنده هاني. يا سلام عسل. ايل ممتاز. طيب خلنا نشتغل هنا. وش مطلوب لنا نسوي عزام شديد في المكان ذا؟ وش قاعد اسوي؟ اوكي الظاهر يبغانا نحطب يعني، ولا وش ناخذ هذه مو تحطيب هنا؟ اتوقع انك تزرع او شيء زي كذا ما ادري والله. وش اعطانا نسوي؟ اتوقع هنا لازم نحصد الاشياء ذي. والله ما ادري السالفه. نذبح هذولا، ما قريت المشكلة، من غير ادرعمه بس. مو مكتوب هنا. خل نروح نسأله مرة ثانية. بدنا نشوف كيف نقدر نشتغل في المزرعة دي عزيزي شديد. تعال يا ابو الشباب، وش مطلوب؟ في شي ورك. السيسي ذا هي ان ذا تو ويت فيلد نير ذا كورت يارد ماست بي بيلد اب. كورت يارد ماست بي بيلد اب، هذه يعني والله ما فهمت ولا شيء. خلنا نتأكد بس.
كارديو هيت ويت. ايوه انزل انزل انزل، في شيء انكسر واخيرا، هذا نقدر عليه. يا سلام، واحدة بس ضربة واحدة ولا الين تنزل. يا سلام، يلا يا حلو على المجموعة القمح ذي ولا وش دي، ارحبين حقيقة. الله بطل صراحة. يا سلام. طيب وبعد في غير هذي ولا بس؟ لأننا نحتاج زيادة أتوقع هناك فيه، كنا نشوف هناك فيه ايش فيه، صار يركز زي كذا كنهبل. يا سلام، بوم، ارحب الحقيقة، انثر أمه في الأرض. آخر حبة باقي، آخر حبة بس، با دوف، خلصنا المهمة. يلا اعطيني ثلاثة عملة نقدية. يا أخي ما يدفعون شيء، أربع عملة نقدية تفيه عليك. ما يعطون شيء، خرابيط والله. أبو كلب، كلب مرة. أوه حرامية، يا سلام، تعال خش يا صاحبي. شوف كيف هذول أبو كلب ذولا، مرة ما عندهم دروع ولا عندهم شيء، بس يرمون الرمي ذا يا أخي قوي. جيت سبق من هشون ريستن بيس. أرحبي جلد. طيب تعال يا حرامية، تعال يا زلايب. هذا الحين ايش يبي ذا الامير ذا؟ خلصت معاه انا ولا هذا مهماته كلها صعبة ما ادري ليش. انيويز نرجع مدينتنا. وش هذا؟ هذا خلصت معاه صح؟ ايه هذا حق الضرائب، ممتاز. بالله سمح لي اطلع جنود، الله يهينك. اوكي ممتاز، سمح لي اطلع جنود، خلاص ما نبغى مهمات ثانية، ضف وجهك. الظاهر من هنا اطلع جنود ولا ادري والله، ما ادري والله. هو عنده قلعة عموما، ففي احد جوا في المدينة ذي. هذا ملك سالب واحد، ليش؟ بطلع جنود يا صاحبي. You must earn my trust if you want to recruit. طيب لا تعصب، ايش فيك عصبت؟ عطنا مهمة انا بسويها ان شاء الله. ازالها بس، عصب الرجال. طيب وين الباندت لير؟ قال لك find and destroy rubber den and report back. توقع نفس المكان خايس هناك. هذه الربر دن عزيزي شديد، خلنا نهاجمها ان شاء الله. كل الجيش ان شاء الله. ايه فولو مي، فولو مي يا زلايب، تعالوا انا امشي على كيفي مو على كيفكم. خلنا نطلع فوق ونمشي بالدور يعني. اوكي يا سلام، بعدين نروها سيدة. لا توقف يا زلايب، امشي 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 يعني شكله. اول مرة شاف شيء زي كذا. نمشي من هناك، في اثنين هناك، اثنين هناك. والله المرافقين ضعيفين حقنا. كفو تعبان انا الان. اوكي في هناك اثنين فوق، ما عندهم دروع. والله يبغى لي اعطي المرافقين دروع كذا مره ما ينفع. اذا هزمنا بهذه بنعطيهم دروع، بس اذا هزمنا فيه فضيحه. مهمه من الملك ذي. اجلد يا ولد، جلدوه. هذا ايجل المهايطي. صوت مين ذا؟ باقي اثنين ان شاء الله، ذول اخر شيء. اصبروا مره ثانيه، بس بقى واحد بس خلص المهمه دي. كان اشوف في واحد، في احد هناك. لا هذه النجوم، بدأت اشوف نجوم الظهر عندي بالليل. شفت كيف الدرع مهم؟ شلت راسه من مكانه، شلت راسه من مكانه. في واحد هناك، في واحد فوق. لا ما في واحد هناك. اوكي كلهم هناك عند البيت. شايفين الدرع كيف مهم عزيزي شديد؟ هذا الان مباشرة انا راح اشتري دروع اعطيها للمرافقين عشان نقدر نفوز في المهمات اللي زي كذا. شوف يقويك، يقويك بشكل غير طبيعي. في اثنين جايين من هناك، في اثنين جايين من فوق. طيب انا مستقبل هنا، انت مستقبل هنا، بس خليني اوقف شوي. هذا نجى لانه عنده درع. Ugh!
جلد. في اثنين هناك، في واحد هنا، انا اوقف شوي يا كثرهم. في واحد هناك بعد. استنبش. طيب تعال تعال. ريع شوي، في واحد باقي هناك ورا، في احد، في شيء. انا ريع شويه من ذا. وين هذي؟ لا تكون متعلق هناك المرافق ذاك. اي والله. يا رجل جلدوه جلد. وده شيش قاعد يصير. اوه كفو. اوكي. اثنين زابرين هنا. يا حلالها يا كثر اشياء يا رجل. اخذها كلها، نقدر نبيعها ونعطيها برضو للمرافقين، يعني لازم طور فيها المرافقين عزيزي شديد. لحظة لحظة، فاقده شيء، خلي الاحجار ما نبيها، اهم شيء هذا ايش؟ بور ميت. اوكي زيد الولاء 8. طبعا لو لاحظتهم صعبينها شوي. اوكي جيب دي 13 14. نايف جيفلن، واضح الضربات قوية، واضح انهم صعبين ام المود ذا. هذا ما نبي نستك، ناخذ البور ميت عندنا بيخيس، ناخذ الاشياء ذي نطور فيها الجنود. اوكي طز في البور ميت، جيب درايد ميت. حلوين حلوين، المهمة تمت الان، نرجع للمملكة للرايب. لحظة شوي عزيزي، خلنا نكلم الشباب ونطور جنود اشياهم. اوكي لانهم ضعيفين صراحة، 23 13 1. اوكي ايش عنده بعد؟ ما عنده جلوفز، يبينهم خيول بعد، يبينا شغل. 13 واحد، طيب هذا 12 3، هذه 11، هذه 44. تعال يا حبيبي البس ذي. والله جد طور نفسك. 13 واحد، 10 واحد، 11 واحد، 12 واحد، 12 3. طيب واضح اشياءهم افضل. اي يبينا دروع، ما عندي دروع، انا عندي دروع ما عندي، فيبينا نشتري لهم دروع ضروري ضروري ضروري. اذا خلنا لما نشتري دروع، بنشتري 6 دروع تقريبا، وهذا الشيء ما ادري كيف بسويه لانه اصلا الوضع زفت. خلنا نحط اسرع شوي هنا، كنا صار فيه خيارات زياده. توك جو تو ذا ميد هول. اوكي صار فيه ميد هول وصار فيه ريفيج هول. يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي، هذا الريفيج هول، هذا المكان اللي اجلس فيه انا. السلام سلم. توك تير كابتن، كيف حالك ابوي؟ في شيء ممكن اعرفه؟ لا ما في. طيب اي وود لايك تو لاند ماي شيب هير نيكست تو ذا تو ذيس ريفيج. شلون؟ ذا ريفيج تو فار فروم ذا شور. ايه نو بروبلم. هذا اذا بوقف السفينه جنب المعسكر ذا، قال لي لازم معسكر يكون على الشاطئ، مو مشكله. طيب ما احنا مغيرين مكانه، ممكن اطور هذا المكان. تحتاج 5 كت. اوه 10000، وش بنسوي؟ قول وي هاف ا نايس هاد اوت ميد هول اند كاباسيتي فور 120. اذا بنيت بيوت زياده بيقدرون الجنود يجيبون عوائلهم هنا. ممكن تجيب حداد يصلح الاسلحه والدروع، ممكن تبني اسطبل للخيول، ممكن ايضا تطور الدفاعات اكثر واكثر. تحتاج مسافة طبعا، مساحة اكبر زي كذا. تحتاج تكلفة طبعا 10000 عملة نقدية، وخمسة برضو خشب وخمسة. اوكي هذه خلنا بعدين مستقبلا، مبدئيا خلنا نحول هذا. طبعا الان صار يشيل 120 رجال، هذا المطلوب. حلو حط الاسرة هنا. ليف يا صاحبي، ليف يا صاحبي. نروح رايب نكلم الملك، نسلم المهمة، نحسن علاقتنا معاه شوي. عصب علينا هو، صارت 12، اخذت 1500 عملة نقدية و3000 خبرة. يا حبيب قلبي بلندد وركر، كان عمل متميز، لقد دمرتهم مدري ايش. وي ار موست جريتفول تو يو، شكرا لك. طيب ممكن اطلع جنود؟ يا سلام، يقول لي الان ممكن اسمح لك تطلع جنود. اوكي الان وضعي تمام، خلاص اقدر اطلع جنود في الاراضي التابعه له. طبعا والله ما ادري هو ايش الاراضي التابعه له اصلا. اي من هنا بدينا نطلع 10 نورث فري هورد. يا حبيب قلبي تعالوا، والله التكلفه بتصير شيء جنوني، والله التكلفه بتصير شيء جنوني، شيء جنوني. طيب ابى احط شوي جنود هناك عشان ما اقعد ادفع فلوس كل شوي، تو ماتش صراحه. الريكار الهاسلر خليهم، هذول خلناهم نبي نطورهم مع الوقت، هذول خلناهم سليف هنتر. اوكي اوكي نبي ننزل الجنود ذولا هنا شوي. حلوين، ما نبي نمشي كل الشغل ذا عشان التكلفه تكون ايش؟ الويكلي كوست شوف يقل لما تنزلهم، يقل الويكلي كوست. اغلى شيء الريكارد اتوقع، الله يقرفهم. الفترن معقولين، كذا اتوقع وضعي تمام. حتى الفترن تو ماتش، حتى الفترن تو ماتش، لو احط الريكر معاه عشان يطورون. نبغى الجنود اللي يبغون يطورون بس، ما يطلع لك هنا ذي مدي يطور هذا ولا لا. سليف درايفر ايه مدي يطور، هذا يطور بوندي بس.
كذا يكفي عشان ما نقعد ندفع فلوس زيادة. جنودنا الأقوياء مرة اللي تكاليفهم غالية زي الهسلر ومدري إيش نخليهم في الكامب، اللي يبغون يطورون أخذهم معنا عشان نحارب زيادة وزيادة وزيادة بمعارك. طبعا مغامرة القادمة إن شاء الله حنطلع من هنا، حنروح بالسفينة الويس سيكس نسلم رسالة ونحرق هذه الكنيسة عشان نأخذ فلوس ونخلص مهمة أحد الأمراء، وبرضه نضبط أمورنا شوي هنا وهنا وهنا وهنا، حارب باندتس عصابات عشان لفل أكثر أكثر، لأنه هنا الوضع فاضي ما في شيء، فالعصابات هناك أكثر هنا خصوصا عند الجورفيك، ما بين جورفيك وما بين المدينة هذه الفارم لاند ذي المزرعة ذي أنواع العصابات، يمديك تلفل من هنا لبكرة وتلفل جنودك وكل شيء، تخش على عصابات عددهم كبير يعني وانت بس 23 بس لانك انت مدرع شوي وذا فامورك بتكون في السمبتي. حاليا الانفنتري ما ادري ما تسمح اني اطلع جنود، عفوا يعني ما تسمح الفلوس ما تسمح، بس خليني على الاقل ايش ابيع القرف ذا مبدئيا ذي خليها، نبيع بعض الامور اللي ما لها داعي مثل العصي ذي والخرابيط ما نحتاجها، طواق ذي خلها ولا لا عندنا حديد احنا، اوكي ما اخذنا 68، نكلم الارمر سميث يا ساتر نحتاج دروع بس، وين الارمر سميث او الويبن سميث، تاخذ الدروع من ويبن سميث وتعطيه الدرع ذا، طبعا الدروع ذي اسعارها والله انها نار في الاسعار. طيب والتهير ناخذ درع واحد ونشوف اذا ممكن نعطيه لاحد الشباب اللي عندنا، طبعا نعطيه رينر بما انه انفانتري، اوه لا ما عنده اوكي بولرم، طبعا ممكن تتبرع له ب 3000 عشان تحسن سمعتك معاه اكثر واكثر، هذا السكيلز حقته طبعا اذا جاء تطوير بدك تطورها، يعني سكيلز هم زي سكيلز كلها ابو كلب. باقي واحد اثنين ثلاثة اربعة، هذول ما عندهم دروع، يبغى لنا اربع دروع زي ما شديد، بس دروع ذي غالية مرة، فيبغى لنا نسافر مدن ثانية نجيب شيء رخيص ارخص شوي. اوكي هنا بوقف لانه قدامنا مشوار طويل ان شاء الله، بعد ان شاء الله بعد ما نضبط امورنا نضبط روحنا نضبط اشيانا نقدر نروح نكلم الزبال ذا اللي اسمه سيجلس نكذا او نكمل التختيم يعني اللي هي القصه. بس قبلها خلينا نسوي ذا المهمات ونشوف الجولري من وين نقدر نجيبها. اوكي ممتاز.